لضيفك الكريم أيضا. هذا ويأتي معرض البحرين الدولي هذا العام ليشكل قيمة مضافة تعلي من مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا، حيث يستقطب المعرض أحدث أشكال التكنولوجيا في مجال صناعة الطيران. وتفعيلا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية، تشارك وزارة الداخلية من خلال عدد من الإدارات في فعاليات المعرض. يشكل معرض البحرين الدولي للطيران إحدى حلقات الحضور البحريني المتميز على خريطة المؤتمرات والمعارض العالمية رفيعة المستوى كثيفة الحضور، إذ يعد المعرض ساحة للإبداعات والاختراعات المتقدمة في قطاع الصناعات والتقنيات الجوية، ومنصة متخصصة لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطيران. طبعا مشاركتنا اليوم حسب توجيهات معالي وزير الداخلية، نشارك في معرض بحرين الدولي للطيران للمرة الرابعة على التوالي، تعتبر كذلك المرة الخامسة من ناحية أجور الطائرة العمودية. وجودنا من ضمن المعرض يعتبر كذلك كالشراكة المجتمعية، تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجمهور من ناحية الزوار والحضور، والتعرف على أهم الشركات تتقدم خدمات الطيران من ناحية المعدات والطائرات كذلك. خلال مشاركتنا اليوم في معرض البحرين الدولي للطيران، سيتم عرض أبرز الخدمات للمشاركين أو المستثمرين المتواجدين في المعرض اليوم، اللي هي خدمة الكفالة الشخصية. وطبعا هذه الخدمة المستفيدين منها المستثمرين الأجانب في مملكة البحرين. في السابق كانت مدة الإقامة 2 وأصبحت الحين 5 وتصل إلى 10 سنوات. وعندنا طبعا تأشيرة إلكترونية، التأشيرة الإلكترونية اللي تصدر عن طريق الموقع www.evisa.gov.bh تصدر ل 116 دولة، وهناك تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمدة سنة متعددة الدخول، و 68 دولة بإمكان الحصول على التأشيرة فورية عند الوصول. وضمن منهجية ثابتة لوزارة الداخلية من شأنها تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع الجمهور عبر هذه الفعاليات المهمة، كانت العديد من إدارات الوزارة حاضرة وبقوة في إطار المساهمة في إنجاح المعرض وتوفير الاحتياجات التي تعزز من انعقاده السنوي في مملكة البحرين. طبعا مشاركتنا السنة متمثل في قسمين، قسم الـ VIP والبابليك. بالنسبة حق البابليك يحتوي على عدة إدارات، 4 آليات، إدارة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المراسم حماية الشخصيات، 2 موتر بايك موجودين في البابليك إيريا، بالإضافة إلى الإسعاف الوطني. كما قدمت شؤون الجمارك كافة التسهيلات الجمركية المتعلقة بمعدات المعرض، حيث يعمل ضباط الجمارك من خلال المكتب المخصص لهم بموقع المعرض على تقديم الخدمات الجمركية بدقة وسلاسة. كل ما يقام هذا المعرض احنا يكون لنا دور فعال في عملية نقل البضائع من النقضات الجمركية اللي توصل من جميع المنافذ إلى هني، ونقوم بعمليات التفتيش والمعاينة وتسليمها حق الفرق المشاركة. وعندنا يعني نقدر احنا نقول الحين صارت عندنا خبرة متراكمة من كثر المعارض اللي نشارك فيها ونعمل فيها. والسنة سوينا إنجاز وايد عود حق ذي المعرض، حق قدمنا خدمة عودة بتعليمات معالي رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد، أن تمت البضائع تطلع من نقطة الوصول لهني مجرد إجازة انتقال. ودنا نشيد الحقيقة بسهولة وسلاسة اليوم، أول يوم الوصول إلى مقار التمثيلية لهذه الجهات وشركات الطيران، بتنظيم الحقيقة ملفت للنظر حتى من خارج القاعدة، المجهود الإرشادي للإخوان في الداخلية والجهات الأمنية في التنظيم وتقسيم الطرقات وتنظيم المداخل وإرشاد الزوار، الحقيقة سهل عملية الوصول. وبجانب هذه الجهود والتسهيلات، يأتي الحضور الميداني الهادف في المقام الأول لتعزيز جسور التواصل مع الجمهور عبر أنشطة وفعاليات وبرامج توعوية في المعرض. تنظيم جدا عالي من وزارة الداخلية، وتشكر وزارة الداخلية من معالي وزير الداخلية إلى كل ضباط وأفراد وزارة الداخلية، تنظيم ولا أروع من عند الباب، من أول ما ندخل المعرض لدخولنا المعرض. وخلال فعاليات المعرض بدأ الإقبال واضحا على معرفة تفاصيل الخدمات الأمنية والتوعوية المقدمة، خاصة أنها تتسم بالإنجاز والسرعة والدقة،
وتنطلق في اتجاه أن المجتمع هو الساحة الطبيعية للتواصل، وأن أساس نجاح الجهود التوعوية وجود قاعدة مجتمعية متفاعلة وصولا للهدف الأسمى وهو أمن وسلامة المواطن والمقيم. جئنا إلى معرض البحرين الدولي للطيران للترويج لمعرض البحرين الدولي للدفاع، والذي يقام في العام التالي لمعرض البحرين للطيران، ويعد معرضا دفاعيا ثلاثي الخدمة برعاية كريمة من جلالة الملك. يشرفنا أن نكون هنا في هذا المعرض الرائع الذي يتطور عاما بعد آخر بعدد أكبر من الطائرات والعرض من مختلف الدول. نشارك في معرض البحرين للطيران لأهميته في منطقة الشرق الأوسط، ونشارك في تقديم طائرة B-250، حيث نقوم بتصميم وبناء الطائرات لتسيير المهمات وتقديم الدعم اللازم الجوي. طائرتنا مبنية من نقطة الصفر، أي أنه لم يتم البناء في تصنيعها على طائرة تدريب أو طائرة صناعية أخرى، وهي تعد الطائرة الأولى من هذه الفئة. قدرة الطائرة عالية جدا، ونحن هنا لتعريف العملاء بكفاءة وجودة الطائرات التي نقدمها. ويبقى معرض البحرين الدولي للطيران شاهدا على مكانة وسمعة البحرين العريقة في المحافل الدولية، وشاهدا على ما تتمتع به البحرين من أمن واستقرار، وشاهدا على أن البحرين ستبقى دوما بلد الأمن والأمان. مع اقتراب موعد الاستحقاق